انا عايز اقول لك ان يوم اخر مشهد في المسلسل اللي هو كان فيه صوره الفرح من شويه دي, تحس ان الناس والناس اللي بيمثلوا جوه المسلسل كان كل تقريبا الممثلين معزومين في الفرح يعني, وتحس الناس مبسوطه بجد يعني, حتى الناس اللي بيتفرجوا على المسلسل بيشتغلوا معانا كممثلين زملاء يعني كاكسترز وكده مبسوطين, تحس مبسوطين ان هم يتجوزوا بجد. انا عملت حركه ساذجه جدا, انا لقيتني بكلم ياسمين عبد العزيز واقول لها ياسمين حاسه ان انت ده فرحي يعني, حاسه انا عايزه ابارك لها. ناس يعني انبسطت قوي الحمد قوي لله قوي يعني, كاننا بجد زي ما انت قلت حضرنا الفرح. الناس انبسطت قوي, الناس جوه التصوير نفسه الناس مبسوطه بجد, لان في ناس كنتش عارفه النهايه يعني, في ناس مش عارفه النهايه فالناس كانت مبسوطه بجد. والمشهد ده متعرض يا كريم, كنت بتعملي حاجه؟ ده احنا بنصور وكان في اغنيه اللي هي انت لسه زي ما انت, المفروض ماسك المايك وبقولها وبتاع, وبعدين في الاواخر كده لقيت بقى المخرج قام داخل يرقص وبتاع, فعرفنا بقى خلاص كله بيحتفل, خلاص خلصنا تصوير يعني, من غير ما المخرج يقول فركش انتوا فركشتوا كده, كله فركش ومبسوطين وكله كان طاير يعني. ده حقيقي, ده كانت حاله كده جميله. ومناسبه الاغنيه الاخيره اللي هي بتاعت عمرو دياب, انا كان في جمله بقولها لها في نص المسلسل واحنا على اليخت, بقول لها انت اعلى منهم فوق انت نجمه, قلتها لها, قلت لها عارفه الاغنيه دي؟ قالت لي اه. فجينا في الفرح انا خلاص لابس البدله ونازل الفرح, فقمت كلمت عمرو قلت له انت فين؟ هو دايما على طول معايا في الكرفان, قلت له ما تيجي للكرفان. فجا لي الكرفان, قلت له بقول لك ايه, لو مسكت المايك وغنيت الاغنيه دي. قال لي حلو جدا. قلت له تمام انت؟ قال لي تمام جدا. كلميه مصطفى فكري نفس الكلام, طيب عايزين, طب مين يجيبها بتاع؟ قمت مكلم راجل الجدع اللي بحبه جدا دكتور مدحت العدل, قلت له يا دكتور الموضوع 1 2 3 بتاع. قال لي تمام, هتبعت حد يخلص الحقوق والكلام ده كله. انا بقول لك لابس ومش خلاص نازل, مش عارفين هنعمل ايه يعني, مش عارفين ايه الاغنيه, وشغلناها واشتغل. في بقى حاجه بقى نوجه الشكر طبعا بقى لمنى زكي, لان ايه الجمال ده, وتيجي تقفل المسلسل معانا وتعمل معادله صعبه جدا يعني, معادله صعبه جدا ان كل الابطال اللي هيبقوا مبسوطين في الاخر ازاي. لازم دور عبد الله لازم يبقى ليه حد تاني, الناس تبقى شايفه فعلا ايه ده الجمال ده, ايه ده, ده لذيذ جدا, الناس كلها تبقى مبسوطه. فمنى زكي جت عملت معادله صعبه جدا جدا, واحب نشكرها يعني قوي قوي قوي. هي جميله وهايله, وكلنا نعرف الصداقه اللي ما بينها وما بين ياسمين والاستاذ شريف يعني الاثنين. طبعا غالبا الناس اخذت قرار, انا عارفه انه عمرو محمود ياسين هيزعل مني, بس ايه, الناس قررت انه فلتذهب الواقعيه الى الجحيم, احنا عايزين نعيش حلم حلو, احنا عايزين في الحلقه الاخيره ما نشوفش حد متضايق ولا عنده ضغينه ولا غل يعني. عبد الله لقى حب جديد, البنت سعيده ما بينهم هما الاثنين, يمكن في الحقيقه ما فيش ده الحقيقه. وخلي بالك انت سالتيني سؤال من شويه, قلتي لي ايه اللي كنت بتتناقش فيه مع عمرو؟ هو ده. قلت له عمرو طب يعني هو عبد الله, وعلى فكره اعتقد الاستاذ شريف كمان اتكلم, عبد الله هيروح يحضر فرح مراد؟ هو ده اللي اتكلمنا فيه. قال لي وجهات النظر, قال لي الناس كلها تبقى مبسوطه, الناس انا عايز نهايه سعيده, انا عايز كل واحد, اصل هو نحب تاني, فهو حب تاني وده حب تاني وده حب تاني, فهو ليه وجهه نظر. بص احنا وهو طلع صح, هو على المستوى الدرامي والنفسي, انما احنا عارفين ده مش حقيقي يعني. كلمه كميه التصالح اللي حصلت دي يمكن صعب تكون موجوده بالشكل ده في الحياه, ده حقيقي. بس على الاقل نشوفها في الدراما. هو ده اللي انا اتناقشت معاه فيه, فهو رد نفس الرد بتاعك.